السلام عليكم، معاكم دانا مساعيد. قدمت بلاغ بس علشان الناس اللي تقول انتي ما قدمتي بلاغ وهذا غير صحيح، وانتي قاعدة تلفقين وتطلعين اشاعات. هل هذا موضوع يستحق ان انا اطلع اشاعات؟ انا حياتي قاعدة تروح قدام عيني. ما حد يختار حياتي، ما حد يقرر يزوجني من ما هو يبي، ما حد يقرر يذبحني بالوقت اللي هو يبي. انتو حتى الذئاب اللي هم الذئاب أشرف منكم وأحم منكم على عيالهم. أتمنى من السلطات الأمنية إنه يتصرفوا بشكل سريع قبل لا يفوت الأوان. تذكر شنو سويت فينا أنا وبنتي بالأردن لما انبهدلتنا وحماية الأسرة عندكم تشهد والقاضي يشهد والمحامي اللي ساومني على 100,000 كويتي؟ هذا التقرير الطبي، شوفوا هذه الورقة، شوفوا التاريخ، تعهد بعدم الضرب. وهاي بلاغ قدمته اليوم في تاريخ 8/9.